هسه هي وقت 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 حظر والناس لا شغل ولا عمل، يجون للناس اذا ما تدفعون فلوس نقطع عليكم الكهرباء. هي هاي دوله، هاي دوله، هاي السياره هسه بالميلاد، بالميلاد هاي زين، وهذا رقم السياره، هاي وزاره الكهرباء. اولا انك رجينا عندهم احنا زين. السلام عليكم. هي اريد اعرف انت باي وجه حق، يعني انت ناس اموال بس باي وجه حق، يعني ناس لا شغل لا عمل، باي وجه حق يعني؟ لا انا جاي اسولف، انا ما جاي اثورك، انا ما جاي اثورك. الناس لا شغل ولا عمل، شلون يدفعون؟ هسه انا جاي اشوف اقول لك، هسه حضر صارت الناس اربع اشهر لا شغل ولا عمل، ماكو شغل عمل، من يشتغل؟ انت رجال عامل، انت ما جاي تخليهم بجيبك. ها يعني هسه تبدا تاخذ زين، الناس هاي ما تشتغل تعطيكم. انا جاي اسالك سؤال، الناس ما تشتغل تعطيك؟ قاعده وساكته، حاضر الشوارع مسدده، صح لو لا؟ اي ليش لا؟ منو المهندس مالتكم؟ اي زين، هاي هذا بالميلاد اللي قريب الملعب، ما اعرف الناس يعني لا شغل لا عمل لا حضر وياخذون عندهم فلوس، ما اعرف يقول الاخ هنا المهندس ما ادري المسؤول هنا أنا. زين شلون ياخذون من الناس؟ ناس لا شغل ولا عمل، 200 و 150 ما اعرف يتاجرون بالكهرباء تجاره. هذا اليوم تاريخ اليوم، هذا اليوم يوم جد بالشهر، اليوم يوم الاربعاء، اليوم يوم الاربعاء 24/6 هذا تاريخ اليوم. زين ياخذون من الناس اللي ما يدفع فلوس يقطعون الكهرباء عليه. يعني شلون هاي رحمه؟ هاي منو؟ هاي مو ابو المولده، هاي الدوله، هاي الدولة يقول احنا عندنا امر. الاخ هنا يقول عنده 300 والناس جاي تدفع، يعني اللي داين اللي يبيع شيء يقول لك احنا رواتبنا ناخذها من الناس. فهاي ياخذوها ما شاء الله خاو، هاي رقم السيارة. هم يقول لك انا ما احكي وياك، انا بامر طالع. اللي ما يدفع هسه يقول لك اقطع لك اياه، اصعد لي فوق اقطع لك اياه.